حابه نطمن عليك ونشيك على الحراره. حطي الهويه على يدك اليمين. الله يعطيك الصحه. الله يحفظك. هالفتره وايد فيها نشوف ان الصحه غاليه علينا. اعتقد القرار كان سريع لان كنا متعطشين ان احنا نسوي شيء. يعني المكالمه كانت اقل عن دقيقه. العاده العكس. انا نفس 1 2 3. الواحد كم يقدر يتبرع؟ يقدر يتبرع كل شهرين. رقم الحين في الكالندر عقب شهرين كلمه ابو زايد. ابو زايد ما في اقبال على البنك الدم هالفتره. ما يقول لان كل حد خايف الحين يروح مستشفيات. الناس لو تدري بإجراءات التعقيم اللي هني أعتقد بيونهم غامضين. هناك الكثير من الإجراءات الوقائية شفناها، حتى نسبة التباعد، حتى الكراسي حاطينها بعيد عن بعض. والله صراحة أوازم برست من أول ما دخلت من الباب. إيجابية ما شاء الله، يعني صحيح في ماسك بس I think you can't of see السمايل. الدم يقولون يكفي لكم شخص؟ وحدة الدم زي هذه اللي حنسحبها منك راح تنفع 3 أشخاص. فترة التبرع كاملة من أول ما الواحد أول ما تدخل الإبرة لين ما يخلص 10 دقائق ولا أقل. 6 دقائق ل 12 دقيقة. It's nothing to save lives. Can you press this for 5 minutes? الحين البلد مال نورة اكتبوا عليه art عشان تعرفون إيه. بعدين خصصوا إذا أي حد يخصها في الارت او يخصها في الثقافه والامور هذه كلها خلوا للجميع. دمي للجميع.